معكم لاله خديجه. مرحبا بكم عندنا. مرحبا بكم عندنا. تحياتي لكم. نهار كبير هذا ان شاء الله وتبارك الله عليكم. تنحيي المغاربه كاملين الله يحفظكم. مرحبا بكم في القصر ديالي الفيلا ديالي. الفيلا ديالنا انتم كتشاهدوا. اللي هي بالنسبه للناس بيت ولكن بالنسبه لي انا قصر. ايوا. يعني الحمد لله كتجمع لي انا وسي علي. الحمد لله كتجمع لنا لاله خديجه. الحمد لله الله يحفظهم ليا. منتج راسي. وكنفتخر به. هي تجربة ثاني صراحة واخا كنت زوج بواحد اخر ما نعيش مع هاد العيشة اللي عايشة مع راجلي والحمد لله مهلا فيا كلشي اللي بغيتها كيشريها لي الحمد لله واخا ما عندوش انتوما كيشفتوا اللي كيبغيت نقول لكم انا وسي عادل كنتعاونوا انا وياه في الدار كنخلقوا الفكاهة انا وياه ديما ناشطين الحمد لله ديما ناشطين ديما ضحكين الحمد لله كيوجد معايا الطبيلة عادي انا وثاني الحمد لله بخير كنقاتلوا الحالة ديالو ومن كيخرج من هنا انا اللي كنرسم له داكشي في وجهه كندير له الديكيزمون وثاني حاجة انا وياه راه كنتعاونوا عاود هو في العمل ديالو راه كنعاونوا راه انا هي اليد اليمنى ديالو هو عاود كذلك في الدار حيت عارفني مريضه وجوج عمليات انا وهذا الصحه على قد الحال حتى هو كيعاونني هو تجراتي الله يحرم ديالك اليوم شنو ناوي دير ان شاء الله غادي نعاونك بعدا في البيت وغادي نمشي ان شاء الله لهذا الشارع ونخدم جيب لي قسم الله ربي حنين كريم دابا نجيب لي ما ناكلو صافي اكتب الله ويا ربي تهز هاد الوباء ان شاء الله, الله وترجع الامور على خير والله يشافي كل ضرير ويشافينا حتى حنا فكرت شنو نديرو في القناه ديالنا شي حاجه اللي طلع مازال تجيب لا دوز شي حاجه زوينه تكون طالعه زوينه ان شاء الله بحال دابا مثلا شي مقلب يكون خطير شي مقلب يكون خطير شي حاجه اللي شي سكيتش ان شاء الله شي سكيتش نديرو انا وياك يكون شي حاجه كبيره فهمتيني باش يطلع لنا لا دوز ديال القناه ان شاء الله باش يتزادوا لنا السوايع سكتش ومن مورا سكتش ان شاء الله نديروا شي فيلم قاصر غير هنا في الدار احنا بعضياتنا شي حاجه ديال سكتش شي حاجه زوينه شي بروجي يكون وعلاش لا هنا العام الجاي ان شاء الله نديروا شي بروجي واعر ان شاء الله شي حاجه خاصه بالدومين ديال الطفل ديال الدومين ديال الطفل وي تاع هذه زوينه شي حاجه بالدومين ديال الطفل يعني بحال هكا اقسم بالله العظيم عندي واحد الاحساس بان ربي ان شاء الله يوفقنا بخير بحال نشري شي كسوه تكون كبيره ونشري شي جوج لي ميكي ياك الا سهل الله وطلعت لنا لاشين ديالنا في اليوتيوب ان شاء الله نشري شي جوج لي ميكي العام الجاي كانوا شي محل نديروا واحد البارك ديال بارك دي زونفون هكا صغير ويبقاو يدخلوا بحال هكا تاع دي زونفون اطفال يكونوا فيه لي غونفلابل يكونوا فيه داكشي لي ميكي شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل يعني باش تجلب الطفل فهمتيني باش تجلب الطفل يعني شي تكون واحد بحال واحد القاعه صغيره اللي زانيفيرسال هي بحال هكا شي قاعه تكون صغيره بحال هكا فهمتيني ونديروا لي كارت فيزيت هي هذيك ونعرضوا على الناس والناس كلشي تيبغينا الحمد لله كلشي غادي يبغي يدخل يجي عندنا وهذا هي صراحه الناس كيجيونا كيفرحوا بالعكس كيجي اهلا سي عادي سهلا البحر سي لاله خديجه البحر خرجت داخله ما خلاونيش كلشي كيتعرفني بوسنا خالتي تصوري معايا هذا الحمد لله لقينا الناس زوينين تنجح غير السويقه كيقولوا لها هو السي عادي لا هو تيقولوا لي تيقولوا لي وجهك منور وجهك مبشور الحمد لله اللهم لك الحمد هذا حب ديال الله عطاه لنا اللهم لك الحمد وعاد ان شاء الله نقدوا هذا البيت شي شويه نزيدوا له شي تحسينات ان شاء الله فهمتيني صراحه لا سهل الله وخرجنا وسهل علينا ربي شي دويره وخرجنا من البيت نبقى ديما نجي نشم هي الريحه ديال الاب ديالي راه هنا كبرت وهنا وكان بيتي قبل ما نتزوج بك راه كان بيتي هذا باش كنتي مازال صغيره كان بيتي وهنا كنت كنعس في هذه الحبه هذه سبحان الله العظيم كنت كان وبا الله يرحمه من بنا السفلي مع خوتي الدراري وداك الشيء نضبنا لنا هذا الفوقي وقلت له معنا كنت انا نعاسي تنبغي الكالم وداك الشيء نعاسي شويه خايف ترتاحي مزيان خصني نتكالم ما يديرونجيني حتى واحد وهذا دار لي مسكين الوالد هذا وبنى لنا هذا البلاكر مسكين سقف لنا الحيط وكلشي داروا لنا مسكين مزيان كان دار واحد المغادره طوعيه عطاو فيها وقال شي 8 مليون ونص ولا شحال وبها صلحنا الدار وداك الشيء وحنا هو كتب ليا وفاش وغريب ما في الامر فاش ولدنا هنا راني جلست هنايا جلست هنا نيت اي انا جلست بها كتب لي الله هذا البيت يكون وانا جالس في هذا السيدي ديري هذا القصر ديالي قصر قصر لاله خديجه وسي عادل هذا ديما غيبقى القصر ديال لاله خديجه وسي عادل حنا معروفين بهذا الاسم ان شاء الله وبالنسبه لنا راه قصر غير لو كان عندنا غير مدخول شهري
باش نعيش بنادم يرتاح في نفسه شي شويه. هذه هي البركه ديال الله الحمد لله. غير باش نعيش هما بالنسبه لي راه انا بارك علي انا قانعه بهذا البيت. واش وهذه هذه هي كل شيء كون فادي زعما صراحه انا كنخمم قلت مصابي ما تخسرش مع قوه الدراري دابا كلشي كيجيو لي كيجيو كيقص فيها شنقول ما تخسرش بحال عندي واحد البلاصه ما خليت فين قلبت عليها هنا فاس ما لقيتش بحال هذا الموديل هي فين تشقات لي شي شتي هادي راه هادي شي هادي هادي راه هي البركه هي البركه والله هذيك الحمد لله البركه الرزق هادي اللي كان جالبه الرزق هادي عرفتي علاش كتجلب لك الرزيق هادي وعلاش الوليدات كيلعب انت كتفرحهم راه حنا ملي كنا صغار كتسحب لنا الكلون كيدير مطيشه هنايا كيدير بطاطا والله كنت تسحب لي راه ملي جيت تصورت معكم صغيره سحب لي هادي راه مطيشه ويز ويز دو قلبيس بيس الوليد ديال وكيكون واحد هذا محلول من هنايا هادي خلاص هادي باش هادي مجدودة هكا كيما كنكون في الشارع والله العظيم بالله كاع الوليدات كي والله العظيم كان شي وليد ديك هكا كيمشي لي غير النيفي كنكون ندير ديك هكا اصبر فين هكا كندير لها هكا في ودنيا هكا كنكون هاز الوليد ديك هكا صغير كيجي كيمشي لي غير شتو مين كنتي كتهضر كتهضر معايا ابل فيديو يا ولدي كنسولي الله يهديك يا ولدي دمو تتجرو وتدير لا ماما كان باباك هو ما كيشوف لا بابا لا بابا كيشوف غير هي الزواق وكيشوف لي هاد الباطيشه هاديك كيدير لي هكا واحد النهار واحد جاي يحميني كاع واحد البريهيش جاي يدير لي يدير لي الزواق ديك هكا كنمشي لعيني ديك اخويا اش كدير امو زوا هاديك كنكون بحال دابا جالسه هكذايا وفاتحه اللايف كنهضر مع كنهضر مع الناس هكا مع الناس المتتبعين ديالي في القناه وكيدخلوا عندي خالتي عمو كلون فين هو خالتي عمو كلون يورينا الميكي ماوس وهذا كنقول لهم راه هو في الشارع دابا راه انا اللي معاكم خالته هذه هذه خالته زعما صراحه زعما الحمد لله انت ربي عطاك هذه المهنه هذه ديال الطفل راه عندك الاجر مع الله تبارك الله راه 22 عام بحال هكا اكثر من المادية راه عندك الاجر مع الله حيت كتفرح الوليدات وكل من هذا والحمد لله بالبركه ديال الله سبحانه وتعالى ويلي عادي طوات معاك الحديث انا وياك راه ما كنتقاداش داري انا وياك دايرين بحال خصني نوض نخمم الدنيا عادي نوض وعاوني شويه نجمع الطبيله وهذا ونمشي نمشي طويجه ولا شي حاجه